إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بإسماء الحسنى والصفات العلى بسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى والصلاح إن شاء الله. نتكلم الآن، حيا الله الأخ يحيى، حيا الله الأكارم الأفاضل في الجلسة الطيبة، ولازلت مع خواطر وتأملات ربيع قرطبة. ارتأيت أن يكون حديثي معكم إن شاء الله في هذه الجلسة قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، يعني إسلام سلمان الفارسي الذي كان يبحث عن الحقيقة، رجل غامر وسافر وبذل وسعه وبذل وقته وماله وكل شيء يملكه بحثا عن الحق. لكأني أتخيله الآن يحكي لتلاميذه ويحدث جلساءه عن تجربته وعن مغامرته، كيف ترك كل ما يملك، كيف ترك أهله وترك قريته وارتمى في أحضان الفقر، أراد أن يبحث عن السعادة في روحه وجسده وقلبه وعقله. كيف تحول من رجل شريف من النبلاء إلى عبد يباع في السوق، هدفه البحث عن الحق. كيف التقى بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف آمن به، كيف صدق نبوته. أسئلة نجيب عنها إن شاء الله في هذه الجلسة، فتعالوا معي يا إخوان يا أخوات لنقترب من حديثه ومجلسه ليحكي لنا قصته وخبره ومغامرته. يقول كما ورد في غريم المصدر: كنت رجلا من أهل إصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه. وكنت من أحب عباد الله إليه. الرجل كان من عائلة شرف ومال، وكان أبوه من نبلاء القرية. يقول: وقد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي نوقدها ولا نتركها تخبو. يعني له مركز وله دور، وهو أنه كان كاهنا إن صح التعبير، أو كان ما يسمى بالسادة
للمعبد الذي كانت تعبد فيه النار. بالمناسبة هم كانوا من الزرادشتية، مجوسية هي يعني فرع من فروع الزرادشتية. ف يعني كان الرجل سلمان رضي الله عنه مهمته أن يجعل أو أن يهتم بتلك النار فلا يتركها تخبو، لأنهم كانوا يعبدون النيران. قال: وكان لأبي ضيعة، أرسلني إليها يوما فخرجت فمررت بكنيسة للنصارى فسمعتهم يصلون، فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فأعجبني ما رأيت من صلاتهم، وقلت لنفسي هذا خير من ديننا الذي نحن عليه. فما برحتهم حتى غابت الشمس، ولا ذهبت إلى ضيعة أبي، ولا رجعت إليه حتى بعث في أثري. الرجل دفعه حب الفضول إلى أن يدخل كنيسة للنصارى. وقتها النصرانية كانت هي الدين الحق، يعني كان هناك بقايا من أهل الكتاب. المجوس كانوا يعبدون النار، هذا دين وثني، وكانوا يعبدون النيران، وكانوا في بلاد الفرس. فحبه للفضول دفعه لكي يستمع لما كان يقوم به النصارى. قال: هذا خير من ديننا، يعني كانوا يصلون يبتهلون يذكرون الله، أما دينه فهو دائما قرب النار، فإما تحرقه أو أنه يؤذيه حرها ولظاها، أي فائدة من عبادة النار؟ إنما هو فقط التعب والضنك والغباء. قال: فأتوا النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهم. من أين هذا الدين؟ ما أصله؟ فقالوا: في الشام. رجع يعني سلمان إلى أبيه، قال: وقلت لأبي حين عدت إليه إني مررت، كان صادقا ما يعرف النفاق، إني مررت على قوم يصلون في كنيسة لهم فأعجبتني صلاتهم، ورأيت أن دينهم خير من ديننا. أجاب لداء العقل، نداء العقل، وكان صريحا، كلم أباه، فما كان جوابه؟ فحاورني وحضرته، قاله: دين آبائك وأجدادك خير. ما هو الدليل؟ الدليل أنه دين الآباء والأجداد. هذا هو دليل كثير من الناس، تقول اتبع السنة يقول لك: هل أنت أفضل من آبائنا وأجدادنا؟ نفس ما قاله الكفار، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. قال: فحاورني وحاورته، ثم جعل في رجلي حديدا وحبسني، القمع والاستبداد. هذا ما يلجأ إليه من يعجز عن الحوار وعن رد الحجة والبرهان. قال: فأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت في دينهم، وسألتهم إذا قدم عليهم ركب من الشام. بدأ يفكر في الهروب، يريد أن يبحث عن الحق، يريد أن يريح عقله ويريح روحه. كيف ذاك؟ بالهدى والإيمان. يسأل: هل هناك قافلة متجهة إلى الشام؟ قال: سألتهم إذا قدم عليهم ركب من الشام أن يخبروني قبل عودتهم. قال: قبل عودتهم إليها لأرحل معهم إلى الشام. وقد فعلوا، يعني لما علموا بقدوم قافلة متجهة إلى الشام، قال: فحطمت الحديد وخرجت وانطلقت معهم إلى الشام. همة، عزيمة. إنسان إذا كانت عنده عزيمة ورغبة في الحق، فكل شيء يلينه الله من أجله. فلما انتقل إلى الشام سأل عن عالمهم، فقالوا له: فلان بن فلان الأسقف الفلاني صاحب الكنيسة عالم، اتجه إليه. قال: ذهبت عنده، أتيته وأخبرته خبري أنه كان مجوسي ويبحث عن الحق وأنه اعتنق المسيحية. قال: فأقمت معه أخدم وأصلي وأتعلم. شوف ثمرة الإيمان. ها
هل اكتفى بمجرد القول أنا مؤمن خلاص يا أرض اشتدي ليس عليك أحد قدي؟ قال أقمت معه أخدم وأصلي وأتعلم، كان شريفا كريما من بيت كرماء وشرفاء، لكنه كان يبحث عن أكثر من هذا، كان يبحث عن الإيمان. قال وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه، إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها ثم يكتنزها لنفسه ولا يوزعها بين الفقراء. يعني سبحان الله، ابتلاه الله برجل سوء. أسألكم سؤال يا شباب، تخيلوا معي، واحد التزم واستقام، أول واحد يلتقي معه ليعلمه الدين ولتفقه منه وليعبد الله معه، فيجده منافقا ويجده كذابا وفاسقا، كيف سيكون انطباعك؟ سؤال الآن. كثير من الناس يقول لك والله أكثر هؤلاء الملتزمين منافقين، فيحكم عليهم بسبب ماذا؟ بسبب تصرف رجل أو رجلين، ينتكس صح، وهذا واقع. ماذا كان موقف سلمان الفارسي؟ الرجل كان حكيم، الرجل كان عاقل، الرجل كان يعني فتح الله عليه. قال ثم مات. عموما أخبرهم أن الرجل كان يكنز الصدقات وأنه كان لا يوزع الفقراء، فصلبوه على شجرة ثم يعني رموه بالأحجار ولم يدفنوه ولم يكرموه. قال وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه. شوف الثمرة، شوف النتيجة، الرجل لما كان ثابتا على الدين رزقه الله من يعلمه الدين. قال فما رأيت رجلا على دينهم خيرا منه، رجل صالح متقي للبر جل وعلا، عارف بالله، مؤمن بالله، زاهد في الدنيا، مقبل على الآخرة. قال ما رأيت رجلا على دينهم خيرا منه ولا أعظم منه رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة. قال فأحببته حبا ما علمت أني أحببت أحدا مثله قبله. إنسان قد يملكك بأخلاقه، قد يملكك بدينه والتزامه، تصرفات، كلام، المعاشرة، أسلوب الحسن، أخلاق الحسنة. قال فلما حضر قدره، يعني لما أتته الوفاة، سأله إنه قد حضرك من أمر الله تعالى ما ترى، فبما تأمرني وإلى من توصي بي؟ الرجل لا يريد أن يقول خلاص اكتفيت، تعلمت وبلغت من العلم ما بلغت، أبدا، بل كان يسأل دائما عن من يعلمه. الإنسان في نظري دائما نحتاج إلى من يربينا. المسلم لا يستقيم سيره إلى الله إلا بمربي يوجهك يعلمك. قال سيدي بن عاشر الأندلسي، ولي مش عجب بن عاشر يروح ينتحر، قال يصحاب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. العالم السني السلفي الذي يوجهك للهدى وللمنهج الصحيح وللقول الصحيح، نعم تزكية، لكن أتكلم بالمفهوم السني السلفي بطبيعة الحال. ولا لا يضرنا أن قال بعض أهل التصوف بضرورة أن يكون عندك شيخ يوصلك إلى الله، فنحن كأهل السنة والجماعة نؤمن بهذا، لكن بمن أهل السنة والجماعة؟ طيب، وليس أن يكون المريد كالميت بين يدي مغسله. من يريد أن يصل إلى الله، المريد بالمفهوم السني السالك إلى الله، يحتاج من يأخذ بيده، علماؤنا ومشايخنا وأساتذتنا، أهل العرفان، أهل الإيمان، أهل التقوى. قال ما أعرف أحد من الناس، يعني يقول له الأسقف الذي حضرته الوفاة، ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل. الموصل أين؟ بالعراق، انتقل من إيران، من فارس إلى الشام، ومن الشام إلى العراق.
قال فلما توفي يعني الأسقف أتيت صاحب الموصل فأخبرته الخبر، حكى له قصته من ألفها إلى يائها. قال وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم في العبادة وفي الطاعة وفي التعلم والاستفادة والاستزادة. قال ثم حضرته الوفاة. خلاص، قال يعني بلغت من العلم ما يكفيني. قال سألته فأمرني أن ألحق برجل في عمورية في بلاد الروم، فرحلت إليه وأقمت معه واصطنعت لمعاشي بقرات وغنيمات. الرجل لم يقل خلاص أنا أعبد الله وأتعلم، يعني سوف يمطر الله علي السماء رزقا وذهبا. نعم الله يرزقك، لكن يعمل السلب. فاصطنع لمعاشي بقرات وغنيمات، لا يتكفف أيدي الناس ويستغني بتلك البقرات وتلك الغنيمات عن ما في أيدي الناس. ثم حضرته الوفاة، حضرته الوفاة أي هذا الأسقف أو هذا الرجل الصالح من عمورية، فقال له إلى من توصيبي؟ فقال يا بني، وأرجو أن تتأملوا معي هذا الكلام، يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفة، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تخلص إليه ففعل، وإن له آيات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته. ورد في الحديث أن الله عز وجل نظر في أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا من؟ إلا بقايا من أهل الكتاب، مثل من؟ مثل سلمان ومثل الذين كان معهم. وقتها المسيحية بدأت في الانحراف وحرفت، يعني هو لم يقل له إلى أي رجل. المسيحية كانت منتشرة في الشام، والإمبراطور الروماني تبنت المسيحية، لكن تبنوا المسيحية الممسوخة الممزوجة بالوثنية، ولكن كان هناك أهل حق وكانوا بقايا من أهل الكتاب. لكن كما يقول هذا الرجل من عمورية، لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه وأنت، أنصحك أو آمرك أن تلحق به، ولكنه وقت نبي، زمن نبي، اقتربت بعثة نبي. وذكر له أوصافا وذكر له خصالا لهذا الرجل. يقول سلمان رضي الله عنه وقدس الله روحه، فمر بي قوم أو ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم، فعلمت أنهم من جزيرة العرب، كانوا بني كلب، قبيلة كلب، وكان لهم في هذا الموقف من قبيلتهم اسم مسمى. قال فقلت لهم أعطيكم بقراتي وأعطيكم غنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم، فقالوا نعم. يعني لا تهمه الدنيا، همه البحث عن الحق، معرفة الحق، أن يريح قلبه وروحه، أن يغذي روحه، كان يبحث عن غذاء الروح. قال فاصطحبوني معهم حتى قدموا بوادي القرى، قال وهناك ظلموني، حي الله الأفاضل والفضلات، في وادي القرى ومكان بين سوريا والمدينة، قال وهناك ظلموني وباعوني إلى رجل من يهود. قال فبصرت بنخل كثير، يعني البلدة التي انتقل إليها كانت فيها يعني نخل كثير جدا، فطمعت، يعني تمنى، قال يا ريت أن تكون هذه البلدة هي التي وصفت لي، وتمنى يعني أن تكون مهجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكنها لم تكنها. قال جلست عند هذا الرجل الذي اشتراني، هذا اليهودي، حتى قدم عليه يوما رجل من يهود
يهود بني قريظة فابتاعني منه اشتراه منه ثم خرج بي حتى قدمت المدينة. شوف كيف ساقه القدر بفضل الله عز وجل إلى المكان الذي يبعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي وصفت لي. فتخيل انظروا معي، كان رجلا شريفا من أهل المال وأهل الجاه والشرف، ترك كل شيء وصار خادما في كنيسة، ثم صار عبدا يباع ويشترى، صار خادما. قال وإني أقمت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسوله، وحتى قدم المدينة، الرسول بعث بمكة وهاجر إلى المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف. طيب يحكي لك موقف جميل جدا. فإني لفي رأس نخل يوما، كان يشتغل في التمر وفي النخيل، وصاحبي أي سيده جالس تحتها، إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه فقال يخاطبه: قاتل الله بني قيلة، قاتل الله بني قيلة، بني قيلة قل العرب، إنهم لا يتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعم أنه نبي. يعني اجتمعوا أي العرب على رجل بمكة أو بقباء عفوا ويدعي أنه نبي. شوف الخبث اليهودي والحقد اليهودي. اليهود كان يقول لي الأوس والخزرج، يقولون لهم سوف يبعث الله نبيا نتبعه ونقتلكم قتل عاد. كانوا يبشرونهم بقدوم نبي، فلما بعث الله محمدا من العرب كفروا حسدا وغرورا وكبرا. قال لما قال هذا اليهودي هذا الكلام، وشوف الموقف اللي حصل لسلمان، فوالله ما إن قالها حتى أخذتني العروة الطرب، فرجفت النخلة حتى كدت أسقط فوق صاحبي، ثم نزلت سريعا أقول: ماذا تقول؟ ما الخبر؟ قال فرفع سيدي يده وركزني ركزة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ إيش شغلك؟ أقبل على عملك. قال فأقبلت على عملي، ولما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان عنده تمر، فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه، فقلت له: إنكم أهل حاجة وغربة، يعني كانوا مهاجرين وكانوا فقراء، وقد كان عندي طعام نظرته للصدقة. فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به، علمت أنكم أهل حاجة وأهل غربة وأردت أن أعطيكم هذه الصدقة. ثم وضعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال للصحابة: كلوا بسم الله، وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا، ما أكل، أمسك عليه الصلاة والسلام. يقول سلمان: فقلت في نفسي: هذه والله واحدة، إنه لا يأكل الصدقة. قال ورجعت، وفي اليوم الثاني أخذ طعاما وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أو أحب أن أكرمك به هدية، ووضعته بين يديه. فقال لأصحابه النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قال سلمان: قلت في نفسي: والله هذه والله الثانية، إنه يأكل الهدية. الرجل يتبع الدليل، الرجل يبحث عن الحق. قال ثم رجعت مكة، أو رجعت عفوا إلى عمله، فمكثت ما شاء الله، ثم أتيته فوجدته في البقيع مقبرة قد تبع جنازة، وحوله أصحابه
وعليه شملتان مؤتزرا بواحدة مرتديا الأخرى، واحدة جعلها كإزار والأخرى ارتدأها. قال فسلمت عليه ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره، يعني أراد أن ينظر بطريقة، يعني يريد أن ينظر العالم عالم النبوة. فعرف النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني فراسة، فعرف أني أريد ذلك، فألقى بردته عن كاهله الله، فإذا العلامة بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لصاحبي. تخيلوا مع هذا الموقف وهذا المشهد. قال فأكببت عليه أقبله وأنا أبكي، ثم دعاني، دعاني عليه الصلاة والسلام، فجلست بين يديه وحدثته حديثي كما أحدثكم الآن، كما يعني الآن ويحكي قصة كما حكاها لبعض جلسائه. قال ثم أسلمت، يحكي وحال الرق بيني وبين شهودي بدر وأحد، كان عبدا عند هذاك اليهودي فما استطاع أن يشارك في غزوة بدر ولا أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كاتب سيدك حتى يعتقك، فكاتبته. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة، أمرهم أن يساعدوه. قال وحرر الله رقبتي وعشت حرا مسلما، وشهدت مع رسول الله غزوة الخندق وباقي المشاهد. هذا باختصار شديد جدا قصة هذا الرجل الذي ترك أهله وترك ماله وترك جاهه بحثا عن الحق، بحثا عن السعادة. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أدرك الرجل أن العبودية الحقة ليست في عبادة النار. نعم اعتنق النصرانية وقتها، النصرانية الحقة قبل أن تنحرف، ولكنه كان لا يزال باحثا عن الحق، لم يكتفي كما يقول البعض خلاص قد اهتديت وتعلمت فلا داعي لأن أحضر مجالس العلماء. الإنسان لا زال في حاجة إلى التعلم وفي حاجة إلى القوت، قوت القلوب، العلم والإيمان والوجدان، كي يستقيم سيرك إلى الله وكي توفق في حياتك وفي أخراك. فعلا وفقه الله وفتح الله عليه. لو كان الإيمان في الثريا لبلغه أناس من أهل فارس، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد بهذا سلمان الفارسي الذي بذل ما بذل بحثا عن الحق وبحثا عن الدين الصواب والصحيح. وأنصحكم بقراءة ما كتبه شيخنا العلامة محمد إسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه علو الهمة، عن علو الهمة في البحث عن الحق، وذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.